انا فرحان كتير كتير. ابتعدوا يا سيارات، ابتعدوا يا غبيات. انا بحب كتير كتير السيارات هاي. انا الان موجودة بالملاهي، بدي اضلني العب. هي مين طلع علي؟ انت لا تطلع علي، انت لا تطلع علي. هي يا غبياء، مين بدي اكله؟ مين؟ هاي هاي توقفي، ليش هيك انت بضلك تسوي؟ انا هو رجل فقاعة، انت واحدة شريرة اصلا مش حلوة. ايه الله يسامحك، انا مش حلوة؟ لا والله مش حلوة، اطلع كيف وجهك، انت خربان ومشوه، عيونك حمراء مش حلوة، روحي. والله بزعل منك. اي انت واحدة شريرة، احنا ما بنحبك. توقفي، اطلعي اطلعي من مدينتنا. يلا طير 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 طير. اي تعالي بتكسر راسك، تعالي. اي ابتعد عني، ابتعد عني. والله انا غاضبة جدا جدا جدا. لا ترجعي على هذا الملاهي، هذا مش مكانك. والله انا بدي اكسر رؤوسكم كلياتكم. خليني انا بدي اصرخ قارب لونه احمر مثل لون عيوني ولون الدماء. هي سبونج بوب، انت ليش مش راضي تحكي معاي؟ اسكتي اسكتي، ما بدي احكي ولا كلمه، انت مش حلو وبكره كثير. ساعدوني ساعدوني. جدتي جدتي، شو اللي صاير؟ هي انت يا صاحبتي يا جدة، انت جدة مثلي وبتعرف شو بصير معانا. في واحد كلب بالداخل مش راضي يطلع. عادي عادي، مين بالداخل اصلا؟ مين؟ ايه سبونج بوب الورقي. انا ورقي؟ انت شو بدك؟ شو هذا اصلا؟ ليش هيك شكلك انت؟ انا حرامي دخلت على هذا البيت علشان بدي اسرق كل اشي فيه. ايه انا كمان يعني واحدة شريرة، انت يعني لا ترد عليهم، اسرق اللي بدك اياه، خد راحتك، البيت بيتك. فكرت انك انت يا عجوز بدك تحكي لي لا تسرق اشي، بس انت بتحكي لي اسرق. شكرا ليلك كثير. العفو العفو، هذا واجبي انا، ودائما راح يلا من هذا الكلام. وين الذهب وين الذهب؟ بدي اسرق كل شيء لهند هذه العجوز. اوه تحت البلاطات، خلص خلص خلص. اي انا راح اكسرهم وراح اخذ كل المصاري. شو اللي صار شو اللي صار؟ هي ولا شيء صار، شيء ما صار، لساته بالداخل. يا ويلي والله انه خطير جدا. انا يلا يلا الله، في شايف انه في واحد سعيد. بدي اموال، بدي اموال. مين بيحب يشتغل عند مستر سلطع؟ انت فرحان حاليا يا مستر سلطع؟ طبعا فرحان، لانه انا معي مصاري كتير كتير. فرحان لأن معك مصاري كتير كتير كتير. بدي واحد، أنا أو واحد يشتغل عندي في المطعم، يكون شوى يعني، يشوي يعني البرجرات ويزبط لي إياهم. ماشي أنا موافقة، رح أسوي لك ثروتك أكتر من هاي بكتير حتى. واو والله أنك أنت جد عندك خبرة شكلك. ماشي ماشي، يلا هاي الباصات بلشوا يجوا، هاي سبونج بوب بده يسوي ويقل البرجرات، وأنت بلشي. يلا هاي زي هيك، وهي كمان زي هيك، شايف يا مستر سلطع؟ والله شايف، والله انت مخك نظيف، هيك حطيت الطاولات لبرا ما بدخلوا على المطعم حتى. نعم عشان ياخذوا راحتهم، وانا بدي اسوي هاي الحركه. غصه شفيق مش شايفني، سبونج بوب مش شايفني، ولا حدا شايفني. ايه ليش مش قادره؟ شو اللي صاير؟ هيني فتحتها هيني فتحتها. اعطيني كل هاي المعالق، زي هيك زي هيك، هيني انا قادمة يا مستر سلطة. يلا يلا. ايه لك بلشوا كسروا في المطعم، انت ما بت انا مش قادرة. هي شو اللي عم يصير؟ ولك يلا اشتغلي، كسروا لنا المطعم، سرقوا المصاري، انت ما بت اشتغلي اشتغلي، حطي حطي يعني انت ايدك جوا الاكل. يلا يلا، هاي زي هيك، هاي انا جلست في هذا المكان كويس. ولكن انت بتجلسي ليش على الطاولة؟ تشتغلي، طعم الزبائن، تحركي، شدي حالك. اوه ماشي ماشي، انا الان داشد نفسي، هدول طلعوا كلياتهم حكي فارغ.
يلا يلا اشتغلي يا غراني، طعم الشباب طعميهم، حطي حطي. ايه طعم طعميهم فاسد. ولك يا كلب يا غراني، ما بصير طعميهم بعدين بنخنقوا، طلع كيف انخنقوا. طلع جبهم والله. ايه يا سلام والله، انت يا جراني غريبة جدا جدا، يعني انت بتطعميهم شغلات، المهم الزبائن تكون عاجبتهم الشغلة. اكيد عاجبتهم. اكبر شايف. يلا يلا طيب حطي معالق على الارض عشان يساعدوه قبل ما يفتح البوابة. المشكلة يعني انت شايف راح يكسر المطعم يا غبية. انا مش غبية ماشي، لا تخليه يكسر المطعم، بصير صعب صعب المهمة. طيب خلاص انا الان راح افرجيك شو راح اسوي. انا معي هذول المعالق، لكن والله لا خلي شفيع هو اللي يتلبس فيها. خد 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 خد. ايه شو هذا مستر سلطع؟ جراني سرقت كل المعالق تبعتك وهم جالسين بدمروا فيهم. ايه شو هذا؟ ايه انا اسف يا جراني يا غبية، مش حكتلك جيب باري. ايه والله اسف. كيف الشغلات شغلات حطي. ما في الا اربعة. وين راحوا اللي معاك؟ كنت شايف جابك مع بيات. ايه لا ولا شيء، انا راح اخليك تندم يا مستر سلطع، انا شريرة كتير 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 كتير. يا ويلي ايه شفية، ترد هاي برا، جيب موظف جديد. ضلينا على هاي إذا إيه. ضلينا على جد جراني راح تطردنا برا، هاي راح تفجرنا. لا ما بفجركو، أنا بفجعكو، استنوا علي شوي. يا حبيبي جراني اطلع برا، ما بديك تشتغلي عندي. ما بدي، بدي أضلني عندك، أنا بدي أضلني عندك. ولك ما بدي اياك تشتغلي، اطلع برا المطعم تبعي. هاي حطت لك طاولات وهيك بتسوي فيي؟ ولك طاولات مين؟ انت راح تخليني فقير؟ انت بتطعم الناس برجر فاسد وبدكش تستخدم قوتك ولا المعالق، وانت بتخرب الشغل. عادي عادي، الشغل النظيف بده وقته، انا شغلي نظيف كتير كتير، ويش بونز بوب جالس بساعدني. يا ويلي راح تخرب المطعم سبونج بوب، وانتي اطلعوا برا اطلعوا. نطلع برا؟ طيب خلص الان راح اطلع برا. ايوه انقلعي انقلعي شفيع، ارميها برا المطعم. هذه جد قراني اجت من وين؟ اجت مش راضيه، مش راضيه يا سيد الرئيس. ايه انتي يا جدي يا جراني، انا بدي اطلب لك شرطة قاع الهامور. اطلب لي اتنين سلطة برجر. ولك اطلع برا. هاي هذا مستر بلبلبلب، هذا اجا والله لا خليك تندم يا كلب. يلا زي هيك وبعد يسول. ايه ركزي ركزي، ايوه ممتاز. هي يا مستر سلطة، شو بدك شو بدك يا جراني؟ كنت طعميهم طعم الشباب كويس، ليش هيك انت شريرة؟ بدك تطلعيني فقير، بدك تخلي كيس المصاري، يعني هيك روحي خسارة تبعي. انت يا جراني ما تصلح للشغل، انت واحدة شريرة، تحريت عنك وعرفت انه انت واحدة قاتلة. يعني اترك البرجر واترك لك المصاري تروح على الفاضي؟ روحي، ما بدي اياكي، ما بدي البرجر تبعي يندس بدم الابرياء. انت دسوس اصلا وخنزير، يعني مفكر نفسك انك كويس؟ يلا كلهم. اي توقفي، لا تطعميهم برجر خربان بعد سمم. بتشكوا علي، بتشكوا علي، بتسمموا. عادي عادي، هاي 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 زي هيك وهي زي هيك، يلا كلوا برجر خربان. لا لا البرجر الخربان اجراني، انا بكرهك بكرهك. انا بكرهك اكتر كمان. هاي بتحكي لي كمان مرة اطلع برا المطعم؟ والله لا اطلع، بزعل منك. اطلع برا المطعم. يا خاين يا خاين، جبت لك فلوس وجاي تاكلني مثل هيك؟ كله مطعمه كله مطعمه، خربتين المكان. اطلع كيف اطلع بياكلوا، بس هم كل واحد فيهم قرفان من تحت ايديك، لانك انت ايديك وسخات.
انت غضبتني، انت خليتني غاضبة. ايوه ممتاز، هذا الكلام اللي بدي اياه انا. سرقوا المصاري يا كلبي، طلعي بنقصوا المصاري. احسن واحلى. انك انت واحدة شريرة، خلاص سكرنا المطعم، اطلعوا برا اطلعوا. ضايل لك بس 5%. عليك ليش رجعتي حطيتي ليش؟ انت خلاص خربت المطعم، كلياتكو اكل كل يوم ببلاش، يلا انقلعي برا. تعالي هيني، سرقتم سرقتم مصاري مصاري، سرقة المصاري. انا هي الشريرة.